مشكله الناس في الشارع والبرلمان انهم فاكرين الحكومه دي زي مصباح على ايدينا السحر. اول ما تمسح عليه المفروض يطلع لك الوزير ويحقق لهم كل طلباتهم كده في غمضه عين. ناس نامت كتير وفجاه صحيت وفجاه كل واحد عايز حقه. تفتكر ان احنا هنقدر نحقق كل طلباتهم يا جنرال؟ والله ده حسب الامكانيات واللي تحت ايديكوا، والاهم من ده كله الرغبه في تحقيق الطلبات والرغبات. الرغبه؟ امال انت ليه بقى ما بتحققليش رغباتي وطلباتي مع انك بتاخد اللي بتطلبه؟ ايه افهم من كده انك بطلت تحميني خلاص؟ معناته ايه الكلام ده؟ معناته ده رايق ويوسف رجالتك اللي انا بدفع لك عشان تحميني بيهم مش عشان تسلطهم عليا. هما اللي فهموكي كده؟ مش مهم تعرف هما فهموني ايه، ولا مهم تعرف ايه اللي بيني وبينهم. ما يخصكش وياك تتعرض لهم. أنا بس في حاجة مهمة كنت عايزة أفهمها لك، لأن واضح إنك كبرت وشخت وعجزت وخرفت وأمراض الشيخوخة ظهرت عليك ومبقتش تفهم خطورة الشغل اللي بتتكلف بيه. مصيبة مصيبة. ايه الكلام الجامد ده؟ تعرفي؟ تعرفي ان طعم الإهانة طالع من شفايفك؟ ليه طعم مختلف خالص؟ على فكرة أنا مقدر اللي أنت فيه. بعد ما وصل لك السي دي بتتخيلي الناس وهي بتتفرج وتشوف معالي الوزيرة وهي في أوضة نومها عريانة. تعرف لو ده حصل مش فريدة الوكيل بس هي اللي هتتعرى، انت كمان وكل فسادك وشغلك هيتعرى وتتفضح. اوعى تفتكر انا معرفش انت بتتعامل مع مين وفي ايه. لا، كل ملفتك تحت ايديا وطعم الاهانة اللي انت بتقول انك ما حسيتش بيه قبل كده هتفضل تحس بيه طول عمرك، ده لو لسه في عمرك بقية يا جنرال. على فكرة جنرال ده لقب مش رتبة. الناس اطلقوه عليا من الطريقة اللي بسحق بيها اعدائي، وانتي ادفع من ان انا احاربك. خسارة الوش الجميل ده لما يتبهدل.